وماذا يحدث في جسمك إذا تناولت التين والزيتون؟ أفضل الأغذية الطبيعية للوقاية من السرطان أنك إذا حرصت على تناول التين والزيتون أو التين المجفف وزيت الزيتون سيكون علاج رائع ووقاية من مشاكل كثيرة جدا مثل أمراض مزمنة، وهذا المزيج يمنحك شباب دائم. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أنا أجلس اليوم عند أحد الأحبة في أرضه، وسبحان الله على يميني هنا شجرة الزيتون وهنا شجرة التين، وينموان بجانب بعضهما دون أي تعارض ودون أي مشاكل. سبحان الله، يعني أنا أحببت فقط، لفت انتباهي هذا المنظر البديع الرائع، كيف أن التين والزيتون يتعانقان بالقرب من بعض. سبحان الله، القرآن العظيم أيها الأحبة ذكر التين والزيتون. أنا اليوم أحب أن أعطيكم فكرة عن الفوائد المذهلة وماذا يحدث في جسمك إذا تناولت التين والزيتون. ما الذي يحدث؟ الحقيقة هذا السؤال أجاب عنه بعض العلماء، فثمرة التين من الثمار العجيبة جدا، فيها أقوى مضادات أكسدة، ومضادات الأكسدة كما نعلم مهمة جدا لصحة الخلايا ولمكافحة الشيخوخة وللجلد ولضغط الدم ولمشاكل القلب، مهمة جدا لتجديد النشاط. وهنا أنا قبل أن أبدأ بذكر الفوائد أود أن أقول لكم أيها الأحبة، الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين. ماذا قال بعد ذلك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني هذه إشارة من الله عز وجل إلى أن التين والزيتون مهم لتقويم الإنسان، تقويمه من الأمراض، شفائه من كثير من المشاكل. يعني اليوم مثلا يعتبر العلماء أن التين المجفف إذا أخذ مع زيت الزيتون هو علاج رائع لمشاكل الجهاز الهضمي، وعلاج رائع لمشاكل الجلد، الصدفية والأكزيما والأمراض المستعصية طبعا أيها الأحبة. التين أخي الحبيب فيه يعني يعتبر من أقوى المواد التي فيها الكالسيوم المهم لسلامة الجسم والعظام والأسنان والصحة بشكل عام، وفيه كمية كبيرة من البوتاسيوم. الزيتون يعالج السرطان، من أفضل الأغذية الطبيعية للوقاية من السرطان، ونحن تحدثنا عن بحث أن زيت الزيتون يقتل فيه مادة تجبر الخلية السرطانية على الانتحار. سبحان الله، هذا من عجائب الزيتون، فيه مادة حتى الآن العلماء لم يفهموا ما الذي يحدث داخل زيت الزيتون، ولم يفهموا ما الذي يحدث داخل التين عندما يدخل إلى الجسم، يحدث تغيرات مهمة جدا أيها الأحبة. يعني مثلا بالنسبة لموضوع الكوليسترول وهو مرض العصر، والسكر، سكر الدم، طبعا هنا ينصح بأخذ هذا التين والزيتون بكميات معتدلة طبعا، وعدم الإسراف. الله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب ماذا تقول الدراسات العلمية الحديثة؟ دعوني أتأمل معكم ونحن نشاهد هذه الأشجار المباركة، أتأمل معكم بعض الدراسات العلمية. طبعا أيها الأحبة، حسب موقع health.co، إذا استخدم التين المجفف وزيت الزيتون معا فإنه علاج آمن بدون أي آثار جانبية. طبعا التين ضروري جدا للعظام، سلامة العظام، حسب هذا الموقع. طبعا هو مصدر جيد لمن لديهم حساسية من منتجات الألبان، أيضا التين هو بديل رائع جدا. طبعا هناك ميزة أيها الأحبة للتين والزيتون في تقوية الذاكرة وعلاج التدهور المعرفي، لذلك يستخدم اليوم لعلاج أمراض الشيخوخة والزهايمر
وبالتالي يعني مهم جدا لسلامة الإنسان وصحته وشبابه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سبحان الله. طبعا التين أيها الأحبة يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا تقيك شر الأمراض المزمنة، بل تعالج الكثير من الالتهابات والأمراض المزمنة أيضا. هناك مرض شائع اليوم يعاني منه الكثيرون وهو الحموضة الزائدة. سببه عدم توازن حموضة المعدة. التين يجبر المعدة باعتبار أنه قلوي، يجبر المعدة على أن تفرز الكمية المناسبة من الأحماض، سبحان الله. وبالتالي هو علاج رائع لحموضة المعدة، وكثير من الناس جرب هذا العلاج واستغنى تماما، وأنا منهم طبعا، واستغنى تماما عن الأدوية ومضادات الحموضة وغير ذلك. التين فيه أيضا نحاس، عنصر النحاس المهم جدا، وفيه فيتامين B6 وB12 الضروري لسلامة الأعصاب أيضا، سبحان الله. من الدراسات الغريبة أن التين يعالج حصوات الكلى ومشاكل تراكم هذه الحبيبات الصغيرة في الكلى، يعالجها التين، سبحان الله. أيضا زيت الزيتون يحوي أحماض دهنية مشبعة تقلل من الإصابة بخطر أمراض القلب، وذلك من خلال وضع كمية من التين المجفف في زيت الزيتون وتناولها على الريق. طبعا التين أيها الأحبة علاج رائع للبواسير، لمشاكل الجلد، وكذلك لموضوع الذكاء عند الأطفال، يمنحهم ذكاء عالي. أيضا التين لعلاج مشاكل الإمساك ومشاكل الربو ومشاكل الضعف الجنسي، سبحان الله. يعني كل هذا في ثمرة التين والزيتون. إذن خلاصة هذا البحث أيها الأحبة أنك إذا حرصت على تناول التين والزيتون أو التين المجفف وزيت الزيتون، سيكون علاج رائع ووقاية من مشاكل كثيرة جدا مثل أمراض مزمنة، وهذا المزيج يمنحك شباب دائم. وتذكر دائما المعجزة الإلهية عندما قال والتين والزيتون، ثم قال بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق.